هنا بنواكشوط انطلقت اليوم أعمال دورة تدريبية للتكوين على منصات الجيل الثاني لنظام معلومات الأسواق من أجل تحويل الخبرات إلى مجموعة دول الساحل الخمس بالإضافة إلى السنغال. وتتمثل إحدى المهمات الرئيسية لهذا البرنامج في تزويد حكومة البلدان المعنية بأدوات دعم القرار المتعلقة بعمل السوق والأمن الغذائي والتجارة في المنتجات الزراعية والرحوية. ضمن جهود دول مجموعة الخمس في الساحل الرامية إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، نظمت بنواكشوط هذه الورشة التكوينية على منصات الجيل الثاني لنظام معلومات الأسواق لصالح ممثلين عن دول هذه المجموعة وجمهورية السنغال، تظاهرة تم خلالها إبراز جهود بلادنا في هذا المجال. يسعدني أن أؤكد بها المقام أن السياسة التي يتبعها السيرس تنسجم تماما مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ولتحسين ظروفهم المعيشية، وهو ما تجلى في إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي في بداية البرنامج الانتخابي تعهداتي الذي تم تجسيده عبر برامج متعددة مكنت من رفع من أداء القطاع ليسترجع دوره الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. ساهمت الإنجازات خلال هذه الفترة الوجيزة بتوفير ظروف الملائمة لزيادة الإنتاج الوطني وتحسين تنافسيته. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشير إلى أن الوضعية الدولية الراهنة وما لها من تأثيرات على توفر المواد الغذائية والتموين بالمدخلات الزراعية تؤكد بجلاء نجاعة الاستراتيجيات الطموحة التي حددها برامج فخامة رئيس الجمهورية وكذا توجيهاته المتكررة التي حث من خلالها إلى التوجه الجاد إلى تطوير الزراعة وجعلها صمام أمام لأمننا الغذائي. ممثل الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل السيد بوبكر مامانو كوجا ثمن هذه المبادرة التي تصب في استراتيجية مجموعة دول الساحل والقائمة على تحقيق ثلاث محاور أساسية كالصمود في وجه التغيرات المناخية والاندماج الإقليمي وضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء. أما المدير العام لمعهد الساحل فقد ثمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى تذليل كل العقبات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وأود بعد هذه بدء أصالة عن نفسي ونيابة عن الأمين التنفيذي للجنة الدائمة المشتركة بين دول مكافحة الجفاف في منطقة الساحل الدكتور عبد الله محمد أن أعبر عن خالص امتناننا وعرفاننا بجميل وتشكراتنا الصادقة للسلطات العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني على الدعم المستمر والمتعدد الأوجه الذي تقدمه مواصلة للمساهمة في اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل في تنفيذ مهمتها النبيلة. المشاركون في هذه الدورة التدريبية التي ستمتد على مدى 4 أيام سيتلقون عروضا تتناول كيفية التعامل مع هذه المنصات من أجل المتابعة والإحصاء وتصميم المستجدات العلمية في هذا المجال.